الإعلانات طبعا والإعلانات إيه. رأيكم وتحسينه مطلوب في السوشيال ميديا؟ رأينا يصير بشنو حدث بالضبط؟ حدث والله اللي يبي يعلق يعلق، اللي ما يبي يعلق أريح. لا يعني أحد يقول مثلا في شيء اجتماعي يطلبون رأيك فيه يطلبون في رأيي فيه. السناب أنا مو إنسانة شلون أشرح لك، مخولة إن أنا أعطي، ممكن أقول رأيي في لقاء، أحب أقول رأيي في لقاء صراحة، أحس هذا مكاني الصح. بس إي أحب أقول رأيي بانترفيو لما يحاورني شخص يعني مثلك طبعا وشروات، ثانكس. إن إنسان محاور أو إعلامي قدير يحاورني راح أستانس، راح أقول رأيي بمكان صح.